أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج في صحافتهم، ونبدأها بالعناوين. واشنطن بوست: المعركة ضد متطرفي الدولة الإسلامية ستكون معركة أجيال. يو اس نيوز: ماكين يؤكد على تفعيل سياسة أمريكا لمحاربة داعش. اندبندنت: لواء دولي ينضم إلى قوات البيشمركة لإيقاف المتطرفين. نيويورك تايمز: تركيا غير مرتاحة من دعم أمريكا لأكراد سوريا. مؤسسة كارنيجي: 30% من العراقيين تحت خط الفقر. قبل البدء بمناقشة هذه العناوين مع دكتور شيرزاد القاضي الكاتب والإعلامي، نتابع واشنطن بوست التي تناولت في تقرير نشرته في 7 تموز حديث الرئيس باراك أوباما خلال زيارة قام بها لوزارة الدفاع الأمريكية. أكد الرئيس أوباما أن خسارة الدولة الإسلامية لمساحات من الأراضي تظهر أن الجماعة المتطرفة ستمنى بالهزيمة، لكن الجهود المبذولة يجب أن تشمل القوات المحلية على الأرض لتتكلل بالنجاح. وقال أوباما في لقاء مع الصحفيين بعد زيارته للبنتاغون للاطلاع على الحملة العسكرية إن عمليات التحالف سجلت نجاحات ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، لكن المعركة لن تكون سريعة بل حملة طويلة الأمد لاستئصالهم، وستكون معركة أجيال. وتطرق أوباما إلى المعارك التي أحرز فيها مقاتلون حلفاء للولايات المتحدة النجاح ضد الجماعة في مدينتي كوباني وتل أبيض السوريتين ومدينة تكريت العراقية، وقال إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية فقدوا أكثر من ربع الأراضي المأهولة بالسكان التي كانوا قد سيطروا عليها في العراق. وبعد مباحثاته مع قادة الدفاع، أكد أوباما أن ليس لديه خطط فورية لإرسال قوات إضافية إلى العراق، وقال إن الولايات المتحدة تعمل الآن على تسريع تدريب القوات العراقية، مضيفا أن هذا الجانب من استراتيجية الولايات المتحدة كان يتحرك ببطء شديد، ولكن سقوط الرمادي حفز الحكومة العراقية. دكتور، ماذا يقصد الرئيس أوباما عندما قال أن المعركة مع هذه الجماعات المتطرفة هي معركة أجيال وهي حملة طويلة الأمد؟ يعني إلى متى ستستمر هذه أو هذا الوضع؟ بعض التقديرات تشير إلى احتمال أن طول 3 إلى 4 سنوات، قسم يقولون أكثر. وهناك أيضا تصور أنه مو فقط القضاء على التنظيم راح يقضي على أفكاره، لأنه هذا زرع تقاليد وأفكار وأساليب عمل ممكن أن تستمر وينخدعون بها آخرين، أو يقومون بفعاليات مشابهة لهذه الفعاليات الإجرامية بمعزل عن تنظيم يقودهم مركزي أو دولة أو خلافة. هذا هو المقصود. وبشكل عام هذه القضية راح تستمر، تحتاج إلى تثقيف الأجيال بهذا الشيء، أنه موجودة مثل هذه الأفكار الهدامة اللي هي تزرع الفرقة بين الناس، بين المكونات، بين الأديان، وتستخدم أساليب قاسية ووحشية. فتصور هذا الشيء صحيح، أنه راح تستمر المعركة لفترة طويلة وتتخذ أشكال مختلفة. نعم. طب دكتور، هل تعتقد أن تسريع تدريب القوات العراقية سيكون فعالاً؟ طبعاً هو من المهم تسريع تدريب القوات العراقية، ليس فقط قوات الجيش العراقي وإنما العشائر السنية والبيشمركة، وهذه هي استراتيجية الولايات المتحدة، بها عدة زوايا للعمل. الجهود راح تبذل على النطاق السياسي، الأساس من هذا النطاق السياسي تفعيل الحكومة العراقية، بناء حكم في العراق وحتى في سوريا يعتمد على كافة المكونات، يكون شامل ويضم المكونات على اختلاف طوائفها وخلفياتها الدينية والقومية، متعددة الطوائف. وهذا هو أهم شيء في هذه الاستراتيجية، الجانب السياسي لخلق هذا كذا نوع من الحكم اللي ممكن أن يشاركون به الآخرين. طيب أيضا دكتور، يعني برأيك لماذا هذا القرار بعدم إرسال قوات أمريكية إلى العراق لمحاربة داعش والاعتماد فقط على تسريع تدريب القوات العراقية برأيك؟ كان في السابق ايضا عندما في حكم الرئيس بوش كانت هذه الاراء موجوده عند كثير من السياسيين والامريكان انفسهم، عدم ارسال القوات، لانه المقصود بارسال القوات ايضا تحمل مصاريف
كثيرة من الناحية العسكرية، من الناحية المادية، وخسائر في الأرواح. وفعلا راحوا من الأمريكان أكثر من 4500 شخص قتلوا. وكان منهاج الرئيس أوباما حتى قبل ما يجي أنه يسحب القوات ولن يرسل القوات مجددا إلى العراق. إذن هل الموضوع مادي برأيك؟ ليس الموضوع مادي فقط، وإنما هناك شعور أنه ممكن بواسطة تقوية الحكومة العراقية خلق أساس جيد لها بحيث يكونون الكل مشاركين بها، ممكن القضاء على التنظيمات الإرهابية بواسطة الاستخبارات، المعلومات الاستخبارية، بواسطة الطلعات الجوية، بواسطة القضاء على تمويل داعش، منعهم من المرور، مساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، مكافحة الإرهاب على نطاق دولي، منع الإرهاب من الوصول إلى مصادر مالية جديدة، منعهم من الاتصال بالناس عبر هذه الوسائل الاتصال الجماهيري اللي هم شطار بها، ومنعهم من الحصول على أماكن آمنة، ملذات آمنة، وأيضا وبشكل أساسي دعم القوات العراقية على الأرض حتى هي تقدر، لأن العراقيين أغلبهم يقولون إحنا عندنا قوات كافية، عندنا بيشمركة، عندنا عشائر سنية، وبالتالي وجود مستشارين متمكنين كفؤين مع هذه القوات، ووجود أسلحة نوعية جيدة، ووجود معلومات استخبارية، ووجود طلعات جوية، وممكن محاصرتهم والقضاء عليهم إذا كان الجهن مشترك. دكتور، ننتقل إلى صحيفة يو اس نيوز التي نشرت في 7 تموز تقريرا يتضمن انتقادات وجهها السناتور جون ماكين لسياسة الإدارة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. اعترف وزير الدفاع أشتون كارتر أن الولايات المتحدة ليس لديها سوى 60 متدربا في برنامج لإعداد وتسليح الآلاف من الثوار السوريين المعتدلين في المعركة ضد مسلحي الدولة الإسلامية، وقال أن هذا الرقم هو محصلة لعملية فحص واختيار دقيقة جدا، مرجحا أن يتحسن العدد. لكن السناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ والناقد المستمر لسياسة أوباما الخارجية أعرب عن عدم اقتناعه واعتبر هذا العدد قليلا بعد مضي 4 سنوات. وكان الكونغرس وافق على تخصيص 500 مليون دولار لتدريب مقاتلي الجيش السوري الحر. وخلال زيارته وزارة الدفاع اعترف الرئيس باراك أوباما بوجود صعوبات في محاربة متطرفي الدولة الإسلامية، ودافع عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحتهم في العراق وسوريا. لكن ماكين لم يكن متفائلا، وقال إنه لا يوجد ما يوحي بأن أمريكا تسير في طريق النجاح. الجيش العراقي يحاول التعافي من صدمة انهياره قبل عام عندما سيطر مسلحو داعش على ثاني أكبر مدينة في البلاد الموصل، حيث هرب القادة وذهبت المناشدات لمزيد من الذخيرة دون الرد عليها، وفي بعض الحالات تجرد الجنود من زيهم العسكري ولاذوا بالفرار بحسب صحيفة يو اس نيوز. وزير الدفاع كارتر قال إن الاستراتيجية صحيحة، ولكن ينبغي تطبيقها على أرض الواقع، ويتوجب رؤية التزام أكبر من جميع أقسام الحكومة العراقية. السناتور ماكين بقي مصرا على موقفه، وقال إن وسائلنا والمستوى الحالي لجهودنا لا يتناسبان مع أهدافنا، وهذا يوحي بأننا لسنا بصدد الانتصار، وحين لا تكون بصدد الانتصار في الحرب فهذا يعني أنك تخسر. دكتور، 60 متدربا، هل هو عدد مقبول إلى حد ما لبرنامج تسليح آلاف السوريين الذين هم بصدد محاربة داعش برأيك؟ حتى الوزير الدفاع كارتر يعتقد أن هذا الرقم متواضع جدا، ويشرح أسباب هذا الشيء اللي صار. نعم. قسم من المسؤولين الأمريكان ما مقتنعين بهذه الإجابات، منهم السيناتور ماكين. صحيح. هم كان في ذهنهم حسب ما ورد بالصحيفة أن يدربون أكثر من 7000 في ذهنهم، هذا كان، بس في الواقع ممكن يتسربون من هذول 7000، ويمكن ينزل العدد إلى 4000 أو 5000 واحد. ففرق كبير بين 5000 أو 4000 أو 60 واحد. بس المشكلة في سوريا تعدد أحزاب المعارضة. نعم. وعدم معرفتهم بهذه الأحزاب، وقسم منها متطرفة، وقسم منها عندها أجندات يعني بائسة.
سواء كان داعش أو بعض الأحزاب الدينية المتشددة اللي راح تمسح الديمقراطية بالأرض إذا جت له. فهناك تخوف من أخذ كل المتطوعين. هناك برنامج عندهم يبدو الأمريكان وقوات التحالف لمعرفة الأشخاص اللي يجون، بس هذا البرنامج وهذا السلوك وهذا الأسلوب في تطويعهم أو أخذ المتطوعين جدا بطيء، وهو موضع انتقاد. كيف ممكن تشجيعهم؟ وهناك سبب آخر حقيقة في سوريا، أنه مو كل الناس مقتنعين فقط بمحاربة داعش. صحيح. هناك ناس صحيح. مقتنعين بمحاربة النظام، وبالتالي يجب أخذ هذا الشيء بنظر الاعتبار. شرح هذه الأمور إلى السوريين، إلى المعارضين. وطبعا هناك أيضا الأكراد وبعض الفصائل القليلة اللي هي تتعاون مع الأمريكان. الأمريكان بحاجة إلى ناس أيضا يكونون في الموقع حتى ينطوهم أحداثيات، يوصلونهم مساعدات، يوصلونهم الأسلحة بالمستقبل إذا كان هناك مساعدات عسكرية بالعتاد أيضا. دكتور، هل توافق السناتور جون ماكين في مقاله بأن جهود الولايات المتحدة لا تتناسب مع أهدافها؟ السناتور ماكين إنسان مجرب وعسكري قديم، وتعرض إلى تعذيب شديد في الأسر وبقى هناك، فهو يحس مباشرة بالألم، بألم النازحين، بألم الناس اللي فقدوا أقربائهم، أطفالهم، بلدهم، وبالتالي هو معني بتسريع هذه العملية، تفعيلها وانتقاداتها في محلها في كثير من الأوقات. يعني هو ينطلق من عامل إنساني برأيك؟ من عامل إنساني كبير، وأيضا من خبرة عسكرية، وأيضا من موقف سياسي. هو لا تنسي كان منافس للرئيس باراك أوباما سنة 2008، بس مو هو هذا الشيء اللي يدفعه. هناك إحساس داخل الولايات المتحدة عند الجمهوريين وعند كثير من الناس أنه يجب تفعيل هذه الاستراتيجية وزيادتها وزيادة أوجهها وجهود تبذل على كل الأصعدة. والسيناتور مكان كان زائر سوريا في مرة من المرات والتقى بالناس ويشعر بمعاناتهم. طب دكتور، يعني ما طرحته الصحيفتان يو اس نيوز وواشنطن بوست يدل على استمرار الجدل بين الكونغرس والإدارة الأمريكية حول استراتيجية الولايات المتحدة في محاربة داعش. يعني برأيك إلى متى سيستمر ذلك، وكيف يمكن حسم هذا الموضوع؟ هذا الجدل راح يستمر حتى إذا حسموا الموضوع، حتى إذا انتهى داعش، الجدل راح يستمر أنه كيف كان التعامل مع داعش؟ هل هو صحيح؟ هل كان هناك انتظار مبالغ به؟ هل الأسلحة كانت قليلة وتم إرسالها ببطء؟ كيف سمح لداعش بالمرور من خلال بلدان حليفة للولايات المتحدة؟ وراح يستمر سنوات، ولكن كيف يحسم؟ الحسم الأساسي هو بإزالة داعش، راح ينتهي جزء من هذا الجدال الدائر، والجزء الآخر هاي الاستراتيجية اللي تحدثت عن بعض أوجهها، الجانب السياسي، الاستخباري، الجانب الأخرى العسكري، وأيضا مساعدة اللاجئين والنازحين. إذا طبقت بشكل جيد وبفعالية، وأيضا العراقيين والسوريين كانوا بمستوى أنه يتوحدون ويساهمون في تطبيق هذه الاستراتيجية، واستراتيجيتهم هم أيضا اللي تقضي بإقامة حكم ديمقراطي، طبعا راح يصير حسم لهذا الجدل. يعني هذا الجدل بين، يعني برأيك هذا الجدل بين الكونغرس والإدارة الأمريكية حول استراتيجية الولايات المتحدة في محاربة داعش هو جدل مبرر؟ طبعا مبرر ومفيد. في الولايات المتحدة يجري النقاش، هناك ديمقراطية للحديث، مو فقط السيناتور مارتين ماكين، وإنما حتى أي واحد طالب جامعي أو فتاة في معمل أو واحد عنده إقامة في الولايات المتحدة ممكن أن يدلي برأيه وينتقد أكبر واحد في السلطة وأي سياسة اللي يريد. نلاحظ أيضا أن هناك الجدل مطروح بين الديمقراطيين أيضا والجمهوريين داخل السناتور. طبعا هذا شيء مشروع وإيجابي. نعم دكتور، ننتقل الآن إلى صحيفة الإنديبندنت البريطانية التي نشرت تقريرا للمراسلة كاثي أوتون في 6 تموز، تحدثت فيه عن مقاتلين التحقوا بصفوف البشمركة لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية على جبهة العراق الشمالية.
وقف أحد الرماة مع البيشميرغا الكردية ناظراً إلى أحد القتلى من تنظيم الدولة الإسلامية على جبهة العراق الشمالية قام بفحص سلاحه باهتمام شديد. لم يكن ذلك مجرد اكتشاف غير عادي على هذه الخطوط الأمامية، لأنها كانت بندقية رشاش يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية فحسب، بل لأن البندقية كانت مزينة تزييناً غريباً من قبل مالكها السابق بقطع تشبه العظام البشرية. انضم سكوت الذي طلب نشر اسمه الأول فقط إلى البيشميرغا قبل 6 أشهر بعد أن توضحت له ملامح الحرب الدائرة من منزله في أمريكا، وكان يتحدث إلى مراسلة صحيفة الإنديبندنت من موقعه في الخطوط الأمامية. ويبدو أن رجال مثل سكوت بدأوا بالوصول للقتال ضد الجماعة المتطرفة، على الرغم من أن المسؤولين الكرد يقولون أن ما يحتاجون إليه هو المزيد من السلاح وليس المزيد من الرجال. ويقول سكوت إن قوات البيشميرغا هي مثل الأسرة، وهي تحتاج إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة وليس المزيد من الرجال. وعلى جبهات مختلفة انضم الكثير من المتطوعين إلى البيشميرغا، وتنهمر على القادة العسكريين الرسائل من رجال في الولايات المتحدة وبريطانيا يتوقون للانضمام للقتال إلى جانب البيشميرغا. وهناك بالفعل 16 مقاتلا معظمهم من الولايات المتحدة وكندا بحسب الصحيفة. يعني دكتور، هل تعتقد فعلا أن مقاتلي البيشميرغا هم لا يحتاجون إلى الرجال، بل كل ما يحتاجون إليه هو السلاح الثقيل؟ هم طبعا يحتاجون، ودائما هناك متطوعين في صفوف البيشميرغا من الأكراد ومن المكونات الأخرى. إذا سمعتي صارت قوات مسلحة وفصائل من المسيحيين وتركمان وغيرهم يقاتلون في صفوف البيشميرغا أو مع البيشميرغا. لكن هذا هم ما يقولونه، أنهم ليس بحاجة إلى رجال بقدر ما هم بحاجة إلى السلاح الثقيل. يقصدون يمكن من الخارج، من المجتمع الدولي، من الدول اللي مشاركة في التحالف الدولي، أنهم يقدمون مزيد من الأسلحة النوعية لمقاتلة داعش، مزيد من الجهود الاستخبارية وغيرها، وإنما يرسلون مقاتلين. قسم من القادة العسكريين بوضوح يعني يقولون احنا ما نريد هذول يجون ينقتلون في هذا البلد، لأنه احنا موجودين هنا وراح نقاتل، وفعلا قاتلوا. بس الآخرين قسم منهم هم كانوا عسكريين، هم عندهم رغبة أن يقاتلون داعش، هم ما يريدون داعش يوصل إلى بلادهم بشروره، فيتبرعون ويجون، يتعنون، يتركون عوائلهم، يتركون بيوتهم ويجون ينضمون إلى صفوف البيشميرغا وإلى المقاتلين في سوريا أيضا، سواء المعارضة الكردية وغيرها. نعم، طيب ما هو موقف الدول التي يأتي منها المتطوعون، يعني ككندا وبريطانيا والولايات المتحدة؟ عادة هذه الدول ما تنطي كارت بلانش تقول أبنائها روحوا. صحيح. بس إذا يروحون يلتحقون بمنظمات إرهابية تحاسبهم وتمنعهم من هذا. ولكن وأيضا إذا يروحون يقاتلون بلد هو ما معادي لهم وسالم أيضا يعترضون. ولكن في حال داعش هم ما عندهم مانع أنه هذول يروحوا. هناك ترحيب من قبل هذه الدول برأيك؟ يعني هم ما راح يحاسبوهم إذا رجعوا، إذا تأكدوا هم كانوا يقاتلون داعش ما راح يحاسبوهم، بالعكس يجوز يفرحون بهم. وهذه قضية يجب مراعاتها في ضمن قوانين هذه البلدان، يعني عدم محاسبة الناس اللي يجون يقاتلوا داعش، وإنما إعطاهم فرص جيدة، لأنهم قاتلوا عدو هذه البلدان. داعش عدو هذه البلدان. نعم بالطبع. طب ما هو رأي كردستان بهذا الصدد؟ كردستان ايضا على لسان القادة البيشميرغا ما يقولون احنا ما نحتاج كثير من الرجال، بس هم طبعا راح يفرحون من يشوفون واحد متدرب جيد يقاتل داعش وياهم، يجوز ينطيهم لحظات ويشجعهم على هذا الشيء. بس كواقع هم هذول يجون على مسؤوليتهم الخاصة. صحيح. ويدخلون بشكل شرعي، مو مثل داعش عندهم فيز او عندهم جوازات سفر ويتم الترحيب بهم، ويعاملون هنا ايضا بترحاب وبصدق، ويحافظون على حياتهم ايضا، واذا رجعوا راح يوصلوهم بامان، واذا فازوا راح ينتصرون، واذا لاقوا مصير اخر طبعا هم يتحملون، والاخرين راح يحزنون حزن كبير عليهم. صحيح. دكتور، ننتقل الان الى نيويورك تايمز التي عنونت ان تركيا غير مرتاحه من دعم الولايات المتحده لاكراد سوريا.
موقف تركيا من الدعم الأمريكي لأكراد سوريا تناولته صحيفة نيويورك تايمز في 29 من شهر حزيران في تقرير أعده تيم أورانجو وأريك تشميد. صعدت الولايات المتحدة من دعمها للفصائل الكردية السورية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما أثار غضب تركيا التي هي حليف قديم وعضو في حلف شمال الأطلسي الناتو. وتدرس أنقرة الآن اتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء طموحات الأكراد، بما في ذلك إقامة منطقة عازلة داخل سوريا. أنقرة ترى في الأكراد السوريين تهديداً خطيراً للأمن القومي بسبب صلاتهم مع القوميين الأكراد في تركيا الذين خاضوا تمرداً منذ عقود طويلة ضد الدولة التركية. وتنظر أنقرة بقلق متزايد إلى التعاون بين الفصائل الكردية السورية والجيش الأمريكي في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. أمريكا تعتمد مراقبة واسعة النطاق في شمال سوريا من خلال طائرات بدون طيار وطائرات لمساعدة الفصائل الكردية، كما نصبت القوات الخاصة روابط الاتصالات لتزويد الكرد بالمعلومات ومساعدتهم في استدعاء غارات جوية من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. باعتبارها واحدة من عدد قليل من الجماعات المقاتلة التي يمكن الاعتماد عليها لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية، فإن أكراد سوريا أصبحوا حليفاً تزداد أهميته للولايات المتحدة كما ورد في نيويورك تايمز. التنسيق الوثيق بين الطرفين بدأ في العام الماضي وتطور خلال القتال من أجل مدينة كوباني، وتعزز في الأشهر الأخيرة وبلغ ذروته في هزيمة تنظيم داعش في بلدة تل أبيض الاستراتيجية القريبة من الحدود مع تركيا. دكتور، هل مخاوف تركيا حقيقية أم أنها ذرائع لإدخال قواتها إلى سوريا؟ مخاوف تركيا قديمة، كان عندهم مخاوف من أن تشكل دولة كردية في كردستان العراق أو مختلفة أجزاء كردستان دولة موحدة، والآن تصريحات أنه هذه الدولة ممكن أن تشكل في حدود الجنوبية على سوريا. ما أعتقد أنه أكراد سوريا الآن في صدد تشكيل دولة، هم سووا وحدات إدارية قامت القيام عليهم، فكيف الآن؟ ولو هو دائما هذا حلم للأكراد جميعا أنه يكون عندهم دولة، هذا شيء ما ممكن إخفاءه. وطبعا تركيا مو فقط عندها مخاوف، وإنما ساعدت أيضا عندما هجموا داعش على كوباني، هي سمحت للبيشمركة بالمرور من أراضيها وإلى كوباني وقاتلوا داعش، فعندها مواقف من هذا القبيل أيضا. وهذه بس الآن يقال أن هناك تحشيدات كبيرة أو محاولة لإخلاء منطقة على الحدود طويلة جدا على حدود سوريا، هذه تبعث المخاوف. بالمقابل بعض التصرفات أو التصريحات من الموجودين سواء في وحدات الدفاع الكردية أو في الاتحاد الديمقراطي، أو يشيلون علم هنا يخلوه أو في ذاك المكان، ما أدري في غريسبي أو كوباني كيف كانت الحالة، ولكن هذه تبعث على تبادل الاتهامات والتشنجات. بس أنا أتوقع أنه ممكن أن تنحل حتى هذه المشاكل، أن يقعدون الطرفين يحلون هذه المناقشة بالنقاش، وأيضا بمساعدة قيادة تقليم كردستان، لأنهم أيضا على تماس مع طرفين ويحلون الأمور قبل ما تصعد. أكراد سوريا ومقاتلي كوباني ومقاتلات كوباني على اتصال وثيق بالتحالف الدولي، والأمريكان مرتاحين من هكذا تعاون، ويتمنون أن الفصائل المعارضة السورية الأخرى أيضا يكون عندهم هذا التطلع لإقامة مثل هذا الوضع المعادي لداعش، لما يسمح لهم بالدخول، اللي ممكن تبادل معلومات استخبارية، ممكن تزويدهم أيضا بمعلومات لحمايتهم، وكان دور التحالف في حماية الأكراد في سوريا كبير جدا والسوريين أيضا. وأعتقد هذه راح تنتقل إلى فصائل المعارضة الأخرى في سوريا بمقدمتها الجيش الحر، وهناك أكيد تعاون مع هذه الفصائل على نطاق آخر أو نطاق جديد ممكن أن يحدث. نعم، ننتقل الآن إلى مؤسسة كارنيجي للسلام التي نشرت تقريرا في 23 من حزيران حول الأمن الغذائي في العراق، حذرت فيه من احتمال حدوث نقص حاد في الأغذية.
يقول تقرير مؤسسة كارنيجي إن العراق يقترب يوما بعد يوم من حافة الخطر، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 4,400,000 شخص في مختلف أنحاء البلاد يحتاجون إلى المساعدات الغذائية، ويعيش نحو 30% من العراقيين دون خط الفقر الوطني، والنسبة أعلى بكثير في المحافظات الأشد فقراً. في حزيران العام الماضي، مع اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمحافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك والأنبار التي تشكل الحزام الأساسي المنتج للحبوب في العراق، خسرت البلاد الجزء الأكبر من محاصيلها السنوية من القمح والشعير التي يتم إنتاجها في هذه المناطق التي تساهم مجتمعة بأكثر من ثلث الإنتاج العراقي من الحبوب. ويقول كاتب التحليل إن السياسة سبب إضافي لانعدام الأمن الغذائي في العراق، ولم تخصص الموازنة العراقية للعام الحالي أموالاً لشراء الحبوب من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، لا سيما بسبب الخوف من تحويل السيولة إلى أيدي التنظيم، والحسابات السياسية الخاطئة التي تحرم المناطق السنية من الدعم الحكومي. في غضون ذلك، يبيع مهربون من تركيا وإيران محاصيل القمح في هذين البلدين إلى الحكومة العراقية، مدعين أنها من إنتاج عراقي بهدف الإفادة من السعر المدعوم في العراق، والذي يبلغ نحو 600 دولار للطن الواحد، أي حوالي ضعف السعر في السوق العالمية، ما يتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع المالية للحكومة العراقية بحسب تقرير مؤسسة كارنيجي. دكتور، الصورة تبدو سوداوية جدا، يعني إلى متى هذا الوضع الاقتصادي المتدهور برأيك؟ الوضع الاقتصادي ممكن أن يتدهور أكثر إذا استمرت هذه السياسات اللي تعتمد فقط على النفط، أو استمرت هذه الحروب، استمرت هذه المنظمات الإرهابية في منع المزارعين من الوصول إلى مناطقهم الزراعية، إخراجهم من قراهم، ذبحهم، تشريدهم. 4,400,000 واحد مشردين داخل العراق، هذا رقم كبير. وإذا كان نسبة الناس اللي فقر كبيرة، فهذا عيب شديد للعراق، لأنه عنده أحيانا توصل ميزانية إلى 100 مليار دولار. ولكن السياسة هذه يجب أن تكون واضحة لتشجيع هذه القطاعات، لوضع فلوس بمجالات التنمية الزراعية، لوضع برامج. أنا أعرف في وزارة الزراعة عندهم برامج، وعندهم خبراء ممتازين، وفي مديريات الزراعة ومراكز الأبحاث، ولكن الوضع السياسي غير مستقر. العراق ب 48 مليون دونم صالحة للزراعة، ولكن من هذه 48 مليون دونم هناك فقط 16 مليون دونم تزرع، وبالحبوب مثلاً هناك زراعة الحنطة، زراعة الشعير، زراعة الرز. العراق يحتاج إلى أن تكون عنده هذه الموارد. أحياناً يحتاج العراق إلى 4 ملايين طن أو أكثر من الحنطة، لأنه يغذون عليه. بس هو لحد الآن مستلمين 1,500,000 طن فقط، لأنه المناطق اللي ذكرها التقرير في كركوك وفي الأنبار وفي نينوى وصلاح الدين شردوا وأصبحت خالية، وحتى التراكتورات والحاصدات حولت من داعش إلى مكائن حربية لتدمير القرى أو لقيام بهجمات انتحارية. فهذا الوضع موجود مع الأسف، وراح يزول إذا زال داعش، وإذا صارت نية عند الحكومة للتعاون والمجتمع الدولي إذا ساهم في إعادة البناء ورجعوا النازحين، وهو هذا الشيء مهم جدا من جانب الإنساني ومن جانب الزراعي أيضا، لأغلبهم فلاحين وفقراء وبحاجة إلى أن يبنون بيوتهم ويبنون مزارعهم ويعيشون حياتهم مو تحت خط الفقر، وإنما فوق المستوى العادي. يجب أن تكون هناك طبقة متوسطة وطبقة غنية، وعدم وجود مثل هذا الفقر المخزي في العراق. صحيح، هذا ما نتمناه دكتور. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في صحافتهم. شكرا لك دكتور شيرزاد، شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم، إلى اللقاء.